السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسن أسريف كنت من يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير بأحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله صراحة بجميع الأخوات اللي انضموا للقناة صراحة بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة شكر كبير لكم بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقكم زوين اللي تخليوا لي وعلى التشجيع ديالكم على كلامكم طيب شكرا شكرا لكم اذا كما كتلاحظوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مجموعه من الانواع ديال المربى اللي تحتاجوه في الاكل وفي الحلويات كيبقاو الانواع ديال المربى كاملين كتر من عام ونص ما كيوقع لهم حتى شي حاجه كيبقاو بحال اللي يلا حضرتهم بساعتهم ان شاء الله تجربوهم بالصحه والراحه وينالوا اعجابكم لكن اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد في القناه وندوزوا دابا المكونات وطريقه تحضير الوصفات فخليكم معي باذن الله اذا كما كتلاحظوا معايا عندي هنايا مجموعه من الانواع ديال الفاكهه فعندي غيكون ان شاء الله مربى ديال الاجاص او البويويد مربى ديال الخوخ وديال المشماش والمشماش البلدي مربى ايضا ديال البرتقال والقشور ديال البرتقال غنشارك معكم ايضا انواع ديال المربى بلي فخوي غوج وغنشارك معكم ايضا مربى ديال الكرموس فان شاء الله تجربوهم بصحة والراحه وينالوا اعجابكم وندوزوا ان شاء الله نبدأ ونوجدوا في هذه الانواع ديال المربى وغنبداو ان شاء الله بالنوع الاول ديال المربى ديال المشماش فخليكم معايا باذن الله فغنبداو على بركه الله اول شيء تناخذ المشماش وتنغسلو بالخل ومن بعد كنشلل هذا المشماش هذا من هذا الماء اللي كاين فيه الخل تنقسم المشماش لجوج ولا على ثلاثه فمن نختاروا المشماش او اي نوع ديال الفاكهه غنصايبوها مربى ما نختاروش الفاكهه تكون قاصحه وما تكونش طيبه بزاف يعني كتكون الفاكهه جديده وفي نفس الوقت رطبه في كل كيلو فاكهه تنديرو نص كيلو ديال السكر مع عصير الليمون الحامض فالقياس اللي عطيتكم ديال السكر فهو قاعدة إلا لكانت الفاكهة حامضة ممكن أننا نزيدو حتى الـ 640 650 على حساب الفاكهة واش حامضة ولا حلوة فكان هذا هاد المشماش ستة ديال أو ليبات ليلة كاملة باش كيطلق لينا هاد المشماش هذا السيرو مزيان باش غيطيب لنا المربى اللي غادي إن شاء الله وغتخليو الفاكهة تبات حتى الغد ليه طيبوها من الأحسن تلاجة لأن دابا الحال بدا كيسخن باش كتبقى لنا يعني الفاكهة مزيانة فبعد ما خليت هاد المشماش هذا تيطلق ليا السيرو مزيان مده ديال 6 ديال السوايع غدا نوضع هاد المربع هذا تيطيب على نار اقل من متوسطه باش كيطيب لنا المربى على راحته يعني الا كانت النار مجهده غينشف لنا السيرو قبل ما يطيب لنا المربى كيف غتلاحظوا معايا ان شاء الله مني غنوضع هذا المربى هذا تيطيب على نار اقل من متوسطه كما سبق وذكرت لكم غتشكل لكم واحد الرغوه هذيك الرغوه ضروري ما تحيدوها غير هو فاش تحيدوا هذه الرغوه هذه غتحطوها في واحد الزلافه بعد ما كتبرد واحد شويه كتحيدوا هذيك الرغوه اللي الفوق من من الزلافه وكتلقاو لتحت السيرو هذاك السيرو مزيان يعني رجعوه يطيب مع المربى انا خدامه معكم جوج ديال الكميات ديال المشمش يعني كنكمل معكم التصوير في الكميه اللي عندي الاخرى ديال المشمش هذا القسم الثاني ديال المربى ديال المشماش حتى هو غنحيد هاد الرغوه هذه اللي كتكون الفوق صافي كيولي عندنا المربى بهاد الصوره هذه وكتخليو المربى ديالكم تطيب على نار اقل اقل من متوسطه حتى كيولي عندنا يعني المربى بهذا الشكل هذا ثقيل ومني كتحركوا بالمعلقه ديال الاينوكس كتبان لكم على انها فيها واحد السيرو ثقيل بحال اللي كتغلف هذيك المعلقه بهذاك السيرو صافي كتحيدوا المربى ديالكم هذه النقطه هذه غنشوفوها ان شاء الله في المراحل التاليه ما كتلاحظوا معايا ملي كتحركوا بحال هكا المربى وكتولي عندكم المعلقه بحال اللي مغلفه بهذا السيرو هذا ثقيل كتلمع والمربى تيولي تيلمع بحال هكا صافي المربى ديالكم راه طاب ما تزيدوش يطيب اكثر من هذا القياس ونتلقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه بخليكم معايا باذن الله فبالنسبه للمربى ديال الخوخ ايضا تنغسل الخوخ بالخل وكنعاود نشلل الخوخ من الماء اللي كان اللي كان فيه الخل عفوا تنقيو سنقط... الخوخ ضروري كنقيو الخوخ عاده كنقطعوه ما يمكنش ان نطيبو الخوخ بالقشره ديالو بحال شكل المشماش الا طيبتو الخوخ بالقشره ديالو فغادي يجيكم المربى ناشف وما غاديش يجي نهائيا آه بالقوام اللي لاحظتو معايا في المربى ديال المشماش غدا نكمل الكمية كلها نقطع هذا الخوخ هذا وواحد الكمية عندي قليلة غدا نقطعها بوحدي بوحديتها غنديرها مربى سائل ديال الخوخ اللي ان شاء الله نشارك معكم به عدة وصفات في الحلويات فهنا كيما كتلاحظوا معايا بعد ما قطعت الخوخ ضفت عليه كميه ديال السكر كيما سبق وذكرت لكم يعني كميه او لكيلو كيلو ديال الفاكهه مع نص كميه ديال السكر الا كانت يعني الفاكهه حلوه وعصير ديال الليمون حامضه راه غادي نديرو من بعد ضروري باش كحافظنا على اللون ديال المربى ما كيحل ما والو كنخلي هذا المربى هذا تيطلق لي السيرو واحد المده مزيان على الاقل كيما سبق وذكرت لكم سته ديال السوايع يعني بنفس الطريقه صافي وتنوضع هذا المربى هذا تيطيب انا كيما كتلاحظوا معايا راني يعني كندير عصير ديال الليمون الحامض صافي ونخلي هاد الخوخ هذا حتى كيطلق لي السيروم مزيان فاش غادي يطيب المربى يعني بنفس الطريقه غادي نطيبوا المربى ديال الخوخ ايضا تنديروا هذا المربى هذا فوق النار اللي كتكون اقل من متوسطه فاش تيكون تيطيب هذا المربى هذا ايضا تطلع لنا واحد الرغوه هذيك الرغوه كنحيدوها غير من الفوق بواحد المغرفه ولا بواحد المعلقه والزلافه اللي كتحيدوا فيها هذه الرغوه هذه دي راه كديروها تبرد فاش كتبرد كتحيدوا ديك الرغوه كتلقاو تحتها السيرو يعني داك السيرو رجعوه المربى يطيب هذيك الرغوه راه كتحيد داك السيرو راه ترجعوه مع المربى تيطيب باش ما كنضيعوش في الكميه ديال uh, السيرو ديال الخوخ فان شاء الله نستمر نحيد هاد الرغوه هادي كنحصل على واحد المربى اللي تيكون بهاد الصوره هادي كما لاحظتوا معايا بحال شكل المربى ديال المشماش وكنخليو النار اقل من متوسطه ومره مره تنحركو راه الطريفات هادو كاملين تيدوبو لان يعني الفاكهه ماشي قاصحه وماشي طيبه بواحد الشكل الكبير بزاف كما لاحظتوا معايا في اول الفيديو تنخليو المربى تيطيب حتى كيتقال لينا ومني كنحركو ضروري باش نعرفوا على ان المربى واش طاب ولا لا كنحيدو المغرف ديال الخشب وكنخدمو بالمعلقه ديال انوكس ولا شي مغرفه ديال انوكس باش نشوفوا المربى واش تقال عندنا داك السيرو باش نطيبو ولا لا ملي كتولي عندكم يعني تهزوا المربى وما كينزلش كامل من المعلقه يعني ملي كينزل المربى من المعلقه كيبقى داك السيرو تقيل في المعلقه تما هذا هو المعيار باش تعرفوا على ان المربى طاب ولا لا اي نوع ديال المربى هنا صافي كما كتلاحظوا معايا راه صافي المربى راه طاب ما بقاتش نهائيا هذيك الرغوه الرقيقه حتى هي ما بقاتش نحطوا هذا المربى هذا يبرد ونتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه فهنا كما كتلاحظوا معايا المربى ديال المشماش البلدي حتى هو كيجي زوين بزاف وحتى اللون يعني كيكون واحد الفرق ما بين الالوان ديال المربى ديال المشماش العادي وهذا المشماش البلدي نفس الطريقه كيلو ديال الفاكهه تندير معاه نص كيلو ديال السكر انا مازال هنا غدا نزيد السكر صافي وغندير عصير ديال الليمون الحامض باش ما تتكحلش لنا الفاكهه وغندمج المكونات مع بعضهم بهذا الشكل هذا وغدا نخلي هاد المشمشه حتى كيطلق ليا السيرو مزيان وكنوضعوه فوق النار تطيب على نار متوسطه كتكون عندنا واحد الرغوه حتى هي كنحيدوها وكنخليو المربى تطيب مزيان حتى دوك الطريفات تيدوبوا وما تيبقاوش والطريقه باش نعرفوا على ان المربى صافي راه طاب بنفس الطريقه اللي قلت لكم يعني بالمعلقه ديال الاينوكس كنشوفوا هذاك السيرو ثقيل والمعلقه تلبسات لينا صافي كتحيدوا المربى من فوق النار هنا كما كتلاحظوا معايا هاد الرغوه هذه نحيدها كامله وغتشوفوا معايا على انني فاش كندير هاد الرغوه هذه بزلافه غدا تبرد وغدا نحيد هذيك الرغوه من الفوق غدا نلقى السيرو هذاك السيرو كنرجعو تيطيب مع المربى ما تلوحوش كما غتلاحظوا معايا ان شاء الله في المرحله التاليه فخليكم معايا باذن الله فهنا كما كتلاحظوا معايا هذه الرغوه اللي حيدت من المربى فانا حيدت هذيك الرغوه من الفوق بواحد المعلقه لقيت هذا السيرو هذا هاد السيرو هذا كنرجعو تيطيب مع المشماش صافي وان شاء الله نتلاقى بكم في المرحله التاليه فخليكم معايا باذن الله نخلي لكم الكونفيتير يطيب ونتلاقى بكم في النوع الثاني ديال الانواع ديال المربى فخليكم معايا باذن الله فهنا كما كتلاحظوا معايا غدا نشارك معكم ايضا آه كونفيتير ديال الفرانباس والكونفيتير ديال التوت بالانواع ديالو بجوج آه فكيجيو غزالين بزاف وانا شخصيا كيعجبوني بزاف هاد الانواع ديال المربى ديال اللي في خويوج آه فحتى فاش كونو تيطيبو كتكون واحد الريحه غزاله غزاله بزاف هنا كما لاحظتو معايا انا دايره في الانواع ديال هاد المربى ما فتش كيلو كيلو 200 غرام كيلو 250 غرام المشمش والخوخ هما اللي درتهم شويه زايدين جوج كيلو ونص ثلاثة كيلو ونص هذا هو القياس اللي مشيت فيه بالنسبه للمربى ديال الفرومباز فراني زدت الكميه الا كان كيلو ديال الفرومباز غديروا معاه 600 غرام ديال السكر لان الفرومباز كما كنعرفوا على انه كيكون شويه محمض وضروري من عصير ديال الليمونه حامضه صغيره ما تكونش كبيره لان الفرومباز تيكون شويه حامض ما تكدروش الليمون الحامض باش يحافظ لنا على اللون الاصلي والطبيعي ديال الفرومباز فهذا هو الدور ديال عصير الليمون صافي لي حتى كيطلق لي السيرو مزيان في فواحد المده ماشي قد الفواكه العاديه وانما غير واحد شويه راه تيطلق لكم السيرو بواحد السرعه كبيره وحتى المده ديال الطياب راه دغيا تيطيب ما تاخذ نهائيا وقت طويل في الطياب بحال شكل المربى ديال المشمش اولا ديال الخوخ كما سبق وذكرت لكم على انكم تعرفوا المربى صافي راه طاب تتبان لكم المعلقه ولا فيها واحد السيرو ثقيل ما يعني ما كينزلش المربى كامل في دقه مني كتحركوا المربى ديالكم صافي كتطفيو يعني تخليو المربى ديال الفومباز او هاد الانواع ديال التوت بجوج تيبقى جاري مني تيبقى جاري راه باش الله يلاه كيتقال الا خليتو هاد الانواع ديال المربى ديال اللي في غوج يتقال بحال المربى ديال المشماش ولا ديال الخوخ فمني غادي يبرد غادي تلقاو على انه ولا ثقيل بزاف بزاف المربى. المربى وبالتالي ما كيجيش مزيان فتخليو المربى مرخوف غير تبان لكم على ان داك السيرو تقال صافي طفي واخا لكم على انه راه باقي مطلوق راه يلا غيبرد يلا غيجي هو هذاك بحال شكل المربى ديال الخوخ بكم ان شاء الله اخواتي في النوع التالي ديال المربى ديال التوت خليكم معايا باذن الله فتنغسلوا هاد التوت هذا وتنسقطرو مزيان تندير عليه كميه ديال السكر وعصير الليمون الحامض فانا درتهم بجوج باش تطلقوا لي السيرو مزيان داكشي علاش كيبان لكم ان البغون باز كنحرك حداكم البغون باز في الطنجره هذا المربى هذا ديال التوت كنحاول نقسم واحد الحبات باش كيعاونوني كي يطلقوا السيرو دغيا لاحظوا ما يتبان لكم واحد القطع يعني مقسومين باش كيعاونوني يعني انهم يطلق لي السيرو هاد توت هذا دغيا فاش كيكون تيطيب السيرو تيتبدل اللون ديالو تيطلق لنا واحد اللون غزال غزال بزاف وواحد الريحه اكثر اكثر من رائعه هو والتوت او النوع الثاني ديال التوت فكنخليو النار اقل من متوسطه وتيطيب لنا المربى انا فاش كنكون كنطيب هذا المربى ديال هذا التوت والتوت الاخر ما كنوركش يعني كنحاول نخلي الفاكهه طيب وتبقى لي محافظه يعني ليا على الشكل ديالها واحد شويه كتبقى باينه يعني قطع واضحا في المربى فان شاء الله كنخلي هذا المربى هذا كيطيب وكيبقى يعني جاري باش كيبرد كي يلاه كيجي هو هذا كتبان لي على يعني الناس سيروا تقال صافي كنطفي حاولت نجمع لكم الانواع ديال المربى كاملين باش تلقاوهم يعني في فيديو واحد تلقاوهم مجموعين واي نوع ديال المربى تشوفوا يعني الوصفه ديالو هنا كما كتلاحظوا معايا المربى ديال الاجاص اللي كيجي حتى هو زوين زوين بزاف تخدموا في الحلويات في دوازتي في ان شاء الله غنشارك معكم بهم وصفات كما سبق وذكرت لكم فتناخد الإجاص ولا البعويد اللي ما يكونش قاصح يعني تكون الفاكهه رطبه وما طيبه بزاف لاحظوا معايا تيبان لكم أن الفاكهه راه كتبان مزيانه ما فيها لا ضرب كحليل لا والو كيلو ديال الفاكهه مع نص كيلو ديال السكر الا الفاكهه حامضه تزيدوا حتى ل 620 30 حتى ل 40 640 غرام ديال السكر ضروري من عصير ليمون حامضه كبيره باش ما كيكحلش لينا هاد الاجاص هذا كتخليو الفاكهة على الأقل ستة ديال السوايع مع عصير الليمون الحامض والسكر ولا تبات ليلة كاملة إلا كنتو الفواكه مع السكر والليمون الحامض ليلة كاملة دابا الحال سخون ضروري من التلاجة حتى الغد ليه وطيبوها بعد ما وضعت الإجاز أو المربى ديال الإجاز تيطيب على نار أقل من متوسطة كتشكل ليا واحد الرغوة أيضا كنحيدها وتنخلي حتى كيطيب ليا هاد المربى هذا مزيان آه فبعد ما تيطيب تناخذ الميكسور وكنطحن هذا المربى هذا انا بغيتو يكون يعني سائل كما غتلاحظوا معايا ان شاء الله فاش كنطحن هذا المربى هذا تنرجعو ثاني شويه يتقال ليا فوق النار كما غتلاحظوا معايا ان شاء الله في اخر الفيديو وان شاء الله نخلي هذا المربى هذا يطيب على نار اقل من متوسطه ونتلاقى بكم في المرحله التاليه فبالنسبه لهاد النوع ديال الكونفيتير ديال التوت هاد التوت هذا ذقته يعني حلو درت غير نص كيلو ديال السكر هنا درت 600 غرام ديال السكر لانه عندي كيلو و وخمسين غرام يعني زدت هذيك 100 غرام فكنغسل هاد النوع هذا ديال التوت الفاكهه كما سبق وذكرت لكم يعني تكون جديده وما تكونش يعني قاسحة صافي كنغسل هاد التوت هذا وغندير عليه السكر وغندير عليه عصير ديال الليمون الحامض وكنبقى مره مره نحرك هاد التوت هذا يعني غير غير حاطه غير في الكوزينه حتى كيطلق لي هذاك السيرو مزيان فاش غادي يطيب هاد التوت هذا وما تياخذش نهائيا وقت طويل في الطياب بحال الشكل فانا كيعجبني المربى ما يكونش حلو بزاف يعني كيبقى المذاق ديال الفاكهه الطبيعي حاضر بشكل كبير هذا هو النوع ديال المربى اللي تعجبني فانا كما لاحظتوا معايا بعد ما ضفت السكر وبعد ما ضفت عصير الليمون الحامض تنبقى مره مره, مرة تنحرك بحال هكا الفاكهه حتى كتطلق لي هذاك السيرو مزيان وهذاك السكر تيدوب ما تيبقاش عاد كتوضعوا هذا المربى هذا تيطيب فوق نار اقل من متوسطه وردوا البال راه تيطيب دغيا والمربى ديال الثوب التوت والنوع الاول ديال التوت والفخومباز راه تيبقى جاري كما قلت لكم تحركوا تبان على ان المعلقه ولا فيها السيرو تقيل تلبسات غلفات لنا بداك السيرو تقيل صافي كطفيو وخايبا لكم جاري لان من غيبردوا هاد الانواع ديال المربى ديال اللي فخوي غوج غيتقالوا غيجيو هما هادوك بحال شكل المربى ديال المشماش والمربى ديال الخوخ لكن كما لاحظتوا معايا يعني طلق لي هاد المربى هذا واحد الكميه كتيرة ديال السيرو ما ضيفات حاجه من غير السكر وعصير الليمون الحامض والفاكهه فكنبقى نحرك مره مره بهذا الشكل هذا واحد الريحه طالعه في هذا المربى هذا بالخصوص الغزاله غزاله غزاله, غزالة بزاف فكتشهي كما كتلاحظوا معايا تنبقى نحرك مره مره وما كنغفلش على هاد الانواع ديال المربى كما سبق وذكرت لكم عاودتها بزاف ديال المرات لانه ولا ما طيب وقت طويل في التحضير وهاد الانواع ديال المربى ديال اللي في ما تنوركش على الفاكهه كنحاول المربى يطيب ويبقاو لي شكل الشكل ديال الفواكه باين وسط المربى بحال شكل هاد النوع ديال التوت أو التوت الاول اولا حب الملوك كما غتشوفوا معايا ان شاء الله فهنا كما كتلاحظوا معايا بالنسبه لهذه الانواع ديال المربى ديال اللي في مثلا ما الرغوه لانها ما كتكونش كثيره بزاف فكتذوب يعني دغيا كتمشي مع الطياب عكس المشماش والخوخ والبرتقال فضروري تتحيدوهم انا كما كتلاحظوا معايا صافي راه المربى هنا صافي طاب لاحظوا معايا تيبان لكم على انه جاري ولكن راه غادي يبرد غيبان لكم على انه هو هذاك فهنا كما كتلاحظوا معايا راه حتى لغد لي عاد كنصور معاكم المربى راه برد وتقال لي المربى فاش كان يعني المربى فوق النار كيبان لكم على انه خفيف هذه هي النقطه اللي كنهضر لكم عليها بجميع انواع المربى باش تكونوا طيبوا تشوفوا على ان المربى واش نطفيو عليه ولا لا كتبان لكم على ان المعلقه ما ممسوحاش يعني ما نقياش فيها واحد السيرو بحال هكا يعني مغلف المعلقه هذا هو اللي بغيت نقول لكم يعني صافي بركه على المربى ديالكم من الطياب واحد النقطه ثاني نسيت ما ذكرتهاش لكم على انكم ملي تكونوا طيبوا المربى ديالكم يوصل النصف الطياب ذوقوا المربى بان لكم على ان الكمبيوتر ديالكم حامض مازال خاصو السكر تزيدوا السكر ما كاين حتى شي مشكل ما غيوقع حتى شي مشكل لان السكر مازال غادي يطيب مع الفاكهه اللي عندكم فما كيوقع حتى مشكل واللمعه هي سر ان المربى راه ناجح بهذه اللمعه هذه نتلاقى بكم ان شاء الله خواتي في المرحله التاليه وفي النوع التالي ديال المربى فخليكم معي باذن الله بالنسبة للنوع ديال الكونفيتير ديال البرتقال اللي كيجي قمه قمه في الروعه كيعجبني بزاف بزاف عندي هنايا سته ديال البرتقالات اللي متوسطات ماشي كبار كبيت عليهم الخل وغادي نغسلهم مزيان من هذا الماء اللي فيه الخل وغادي ناخذ واحد الموس اللي غنقشر هاد البرتقال هذا غير من الفوق يعني غير القشره اللي الفوق ما توصلوش نهائيا القشره اللي كتكون بيضه فمن بعد سنأخذ واحد الموس وتنقشر هذا البرتقال هذا غير الفوق يعني غير القشره اللي الفوق باش ما تزيدوش كميه كثيره ديال السكر حيت الا وصلتوا للقشره البيضاء غيجيكم المربى يعني حار ومر وبالتالي غتضطروا تزيدوا انكم تزيدوا السكر فلاحظوا معايا يعني كنمشي غير على القشره اللي الفوق ماشي ضروري هذا الموس يعني انا كان قبل ما يكون عندي هذا الموس راه كنقي الليمون ملي تنبغي نخدم هذا المربى هذا غير بالموس عادي غير هو يكون ماضي وكنمشي غير على القشره اللي الفوق ولا بانت لي شي قشره بيضة تنحيدها فهنايا هاد القشرة ديال السبعة ديال البرتقالات هاد القشور هادو غادا نقطعهم رقاق بالموس يعني كيمشيو شرائح شرائط رقيقة بزاف كيما غتشوفو معايا بحال شكل الخويطات نأخذ هاد القشور هادو بعد ما كنقطعهم على شكل خويطات رقاق كنديرهم تيغلاو في الطنجرة واحد جوج ديال الدقيق تال ثلاثة ديال الدقيق. الدقيق يعني كتطلق تطلع لكم هذيك الغليه صافي كتحيدوا تصفيو هذوك القشور ديال البرتقال وكتحطوهم في الطنجره ضروري من هذه المرحله هذه في القشور ديال البرتقال باش يجيكم المربى هو هذاك شمار فبالنسبه للعصير ديال البرتقال انا كان مازال عندي البرتقال فعصرت هذه الكميه هذه وزدت واحد جوج حبات ديال عصير البرتقال فكانت 850 غرام ديال عصير البرتقال بغيتوا تخدموا غير بسته ديال غير بسبعه ديال البرتقالات وتعصروا العصير ديالهم ما عدناش بعض المرات يعني ما كتكونش عندي الكميه واصله ديال 850 غرام ديال عصير البرتقال تنكمل بالماء عادي تكملوا القياس بالماء باش توصلوا ل 850 غرام بنفس النتيجه وما كاين مشكل فانا غنعصر هاد البرتقالات هادو وغادا نزيد واحد جوج برتقالات باش نكمل 850 غرام ديال عصير البرتقال ما كانتش الكميه عندنا كافيه غدا نكملو بالمعادي عادي فان شاء الله نتلقى بكم في المرحلة التالية بعد ما نعصر هاد البرتقال هذا فخليكم معي بإذن الله فهنا كما كتلاحظوا معايا تنقطع الشرائح ديال البرتقال رقاق بهذا الشكل هذا مزيان لا بانت لكم شي قشره بيضاء حيدوها باش ما يجيكمش المربى مار أه صافي وغنديرهم يتسلقوا كما قلت لكم 3 دقائق 4 دقائق طلع لكم هذيك الغليه هنا راني سلقتهم عاد ضفتهم في الطنجره اللي ضيف عليها السكر بالنسبه للسكر 750 غرام ديال السكر وهنا عصير البرتقال 850 غرام وغادي ندير نجيمات ديال الباديان اللي, يعني اللي كيعطيو واحد واحد المذاق زوين بزاف في المربى هنا غير كان باقي شويه ديال البرتقال ضفته ما ضفتش شي حاجه صافي وهنا كما لاحظتوا معايا مباشره تنحط هاد المربى هذا فوق النار تطلع واحد الرغوه نيت كميه كثيره فهاد الرغوه ضروري ضروري خصها تحيد كنحيدوها كامله وتنخليو المربى ديالنا كيطيب على نار اقل من متوسطه وكندوقوا الى مثلا قطعتوا القشور ديال البرتقال وكانت فيهم القشره بيضاء فتم ضروري تدوقوا المربى ديالكم باش تيقرب تيطيب يعني تفوت النصف الطيب تدوقوا السيرو أه واش هو هذاك حلو ولا مار الا كان مازال مار غتزيدوا السكر تقريبا واحد نص كاس زيدوا ديال السكر صافي أه درتو غير القشره بوحديتها كما خدمت انا ما تزيدوش نهائيا السكر صافي هنايا كنخلي المربى ديالي لاحظوا معايا على انه راه نزال يعني الكميه نزلات تبخر لينا هذاك العصير باش كيتقنى على شكل مربى بنفس الطريقه تنشوفوا المربى واش طاب ولا لا تنحرك بواحد المعلقه كتبان لي المعلقه بقى في هذاك السيرو ثقيل يعني ما تمسحاتش من من المربى تما طفيو على المربى ديالكم وتحطوه على جنب باش تبرد راه يلاه كيجي هو هذاك وكيجي هذا المربى هذا قمه قمه في الروعه وبنين بواحد الشكل الكبير بزاف ان شاء الله غتجربوه غيبقى معتمد عندكم فان شاء الله نتلاقى بكم اخواتي في المرحله التاليه فخليكم معي باذن الله فبالنسبه للمربى ديال الحب الملوك فكيجي زوين زوين بزاف وكيجي بنين ان شاء الله تجربوه بالصحه والراحه عندي هنايا كيلو ديال الحب الملوك لاحظوا معايا يعني الفاكهه كتكون آه مزيانه باش كنحصلوا على نتيجه في المربى مزيان وتبقى عندنا حتى مده طويله ما كتوقع لي شي حاجه ما, يكون ما تكونش الفاكهه قاصحه باش نحيدوا العظم ديال هاد الحب الملوك هذا تناخذ واحد ستيلو ستيلو جديد تاخذوه كتحيدوا ليه الوسط ديالو يعني غير الجعبه ديال ستيلو هي اللي غتخدموا بها وكتدفعو بكل سهوله كتحيد لنا العظم من الوسط ديال حبل الملوك لبغينا بغينا يعني الشكل ديال المربى ديال حبل الملوك كما لاحظتوا معايا في اول فيديو على ان الشكل ديال الفاكهه تيبقى باين وفي نفس الوقت المربى طيب وتقيل فكنخدم بهذه الطريقه هذه وفاش كيكون تيطيب هذا المربى ديال حب الملوك ايضا ما ورقش على الفاكهه باش يعني ما كيمشيش ليا الشكل ديالها كنخليها كطيب على نار اقل اقل من متوسطه وكيبقى ليا الشكل ديال الفاكهه باين في المربى الوسط فكنستمر بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا حتى كنكمل الكميه كلها هاد العويدات هادو ما كنلوحهمش كنحتفظ بهم وكنستمر بهذا الشكل هذا راه كتحيد بكل سهوله هذا العظم بهذه الطريقه ديال ستيلو بالنسبة للمربى أيضا ديال حب الملوك نفس الطريقة كيلو ديال الفاكهة كندير معاه نص كيلو ديال السكر وعصير ديال الليمونة حامضة صغيرة صافي وكنبقا غادا نكمل الكمية كلها تنخلي هاد حب الملوك هدا حتى كيطلق ليا السيرو مزيان مع الكمية ديال السكر اللي كنضيف ليه وعصير ديال الليمون حامض فتيدوب هداك السكر وكتبداو اولا كتوضعوا المربى يطيب على نار اقل اقل من متوسطه باش هذاك الماء ما تتبخرش لنا دغيا يعني كيطيب لنا المربى قد قد مع الكميه اللي عندنا ديال الماء اللي غتقال وغتولي سيرو اولا مربى في الاخير بالنسبه لهاد المربى ديال لي خوي غوج تردو ليهم البال بزاف على ان النار تكون اقل اقل من متوسطه حيت الا كانت النار مجهده دغيا غيتبخر لكم هاد السيرو هذا وبالتالي الفاكهه كتكون باقا ما طابتش وباقا ما حصلناش على مربى فالنار تكون منقوصه مزيان باش كيطيب لنا يعني تطيب لنا الفاكهه قد قد مع الكميه اللي غتبقى لنا ديال السيرو في المربى فهنا كما كتلاحظوا معايا فاش كتوضعوا المربى تيطيب راه تيطلق واحد الكميه ديال السيرو بحال شكل الانواع ديال المربى الاولين ديال التوت وديال الفرومباز فالانواع ديال الفاكهه كاملين ملي كتكون الفاكهه جديده راه كتكون فيها كميه ديال الماء مزيانه اللي كتساعدنا ان نحصلوا على واحد المربى يكون مزيان الا كانت الفاكهه يعني ما جديدهش ما كيكونش فيها الماء بزاف وبالتالي حتى المربى راه ما تيجيناش مزيان فهنا كما كتلاحظوا معايا صافي غدا شويه غدا نطفي على هذا المربى هذا تيبان لي السيرو تقال المعلقه تغلفات لي بداك السيرو تقيل صافي كيكون المربى واجد بالنسبه للمربى ديال الخوخ اللي غنديروه يعني سائل آه فهنايا درت كميه ديال الخوخ اللي نقيته وقطعته ضفت عليه الكميه ديال السكر اللي ذكرت لكم وعصير ديال الليمونه حامضه هنا المتوسط لان الكميه ديال الخوخ قليله كنساين على الخوخ الخوخه حتى كيطلق ليا داك مزيان وتنوضع الخوخ تيطيب على نار كتكون اقل من متوسطه آه بعد ما غادي يطيب هذا الخوخ هذا نتلاقى بكم ان شاء الله خواتي في المرحله هنا بعد ما طاب الخوخ بعد ما طاب الخوخ غدا ناخذ الميكسر وغدا نطحن مزيان هذا الخوخ هذا حتى كيولي عندنا سائل هذه هي الطريقه اللي خدمت بها المربى ديال الاجاص بعد ما طاب الاجاص في هذه المرحله هذه بحال هكا طحنت الاجاص ورجعته فوق النار اولا المربى ديال الاجاص رجعته فوق النار حتى تقال ليا وخدا يعني القوام ديال المربى فهنا كما لاحظتوا معايا طحنت المربى مزيان ولا عندي بهاد الشكل هذا غدا نرجعو فوق النار تيغلى واحد شوية تيتقال تتبان لي يعني أن المعلقة ولا فيها داك السيرو تقيل صافي تيكون المربى جاهز أو والراحة ونطلق بكم إن شاء الله خواتي في المرحلة التالية فخليكم معايا بإذن الله فبالنسبه للمربى ديال الكرموس كنت سبق ونزلتو معكم جوج انواع الكرموس الكحل والكرموس الخضر هذا الكرموس هذا كان شويه فيه القشره كحله غليظه فحيت حيت غير منها ما حيتش كلها مني كتكون القشره رقيقه فكنغسل الكرموس بالخل وكنشلو من هذاك الخل وتنخدم بها كامله هنا كانت شويه القشره غليظه فحيتها حيت الا بقات غادي يجيني المربى بيض صافي بنفس الطريقه كندير كيلو ديال الفاكهه مع نص كيلو ديال السكر مع عصير ديال الليمونه حامضه وكنخلي هاد المرب هاد عفوا هاد الكرموسه حتى كيطلق ليا السيرو مزيان مده ديال 6 ديال السوايع عاده كنوضعو فوق النار تيطيب هنا را كان صافي قرب يطيب بنفس الطريقه كنشوف المعلقه فيها داك السيرو ثقيل وما بقاتش يعني المعلقه نقيه صافي را كيكون المربى جاهز فهذا المربى ديال المشماش لاحظوا معايا المعلقه كتبان لكم المعلقه بحال يعني معسله فيها واحد السيرو تقيل ما تنزلش يعني المعلقه ما كتمسحش كت... كيبقى هذا السيرو هذا في المعلقه بحال صافي المربى ديالكم راه جاهز بالنسبه لهذا المربى هذا انا ما كنطحنو ما حتى شي حاجه لانه اصلا خاصو يبقى بحال هكا دوك الطريفات يعني هما الجماليه اللي كيكونوا في, في, في المربى فمني كي هاد اللمعه هادي كاينه في المربى وهاد السيرو الثقيل في المعلقه بحال هكا ما كيتمسحش تما المربى راه طايب مزيان واخد وقت الكافي في الطياب تحتفظوا به ما كيوقع عليه شي حاجه هذا الكونفيتير ديال البرتقال والقشور ديال البرتقال لاحظوا معايا تيبانوا لكم القشور شفافين لانني ما واصلاش نهائيا القشرة البيضاء حاولوا قدر المستطاع على انكم ما توصلوش للقشره البيضاء صافي وتنخلي معاه دوك النجيمات ديال الباديان مني كنحتفظ به واحد القرعه اللي كتكون معقمه وكتسد مزيان فهنا لاحظوا معايا المعلقه هذا هو السيرو اللي كنقول لكم اولا المعيار باش تعرفوا على اي نوع ديال المربى راه طاب بهذه هاد المعلقه هذه وهنا كما كتلاحظوا معايا الكمبيوتر ديال البوعويد لاحظوا معايا يعني حتى اللون ديال البوعويد ما كحال ما حتى شي حاجه لاننا ضيفنا عصير ديال الليمون الحامض ولاحظوا معايا مني تطحن رجعته فوق النار كيما المربى ديال الخوخ السائل فكيكون بحال هكا وكيجي بالنكهه ديال هاد المربى الانواع ديال المربى كاملا النكهه ديال الفاكهه الطبيعيه حاضره وبارزه بواحد الشكل الكبير بزاف ومحلوش يعني السكر ما طغارش على الفاكهه اولا على المربى فان شاء الله نتلاقى بكم بالشكل النهائي فخليكم معي بإذن الله اذا تبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الانواع كاملين ديال المربى اللي شاركت معكم لاحظوا معايا المربى ديال الفخونباز يعني راه باش طفيت على هذا المربى هذا اولا الانواع ديال المربى ديال اللي بخوي غوج كاملين راه كانوا جاريين ما كانوش قاصحين بحال شكل المشماش ولا الخوخ فاش كيبردوا يلاه كيجيو لنا بالقياس ديال بحال شكل المشماش والخوخ فهنا كما كتلاحظوا معايا كنوضع معكم في الخبز الانواع ديال المربى كاملين لاحظوا معايا يعني الطريفات ديال الفاكهه واضحين وطيبين في نفس الوقت ودا هو المربى ديال القشور ديال البرتقال وعصير البرتقال فان شاء الله تجربوهم بالصحه والراحه وينالوا اعجابكم هنا المربى ديال المشماش المربى ديال الخوخ المربى ديال البعويد بالنسبه لهاد القراعي هادو عقمتهم عاد وضعت فيهم المربى هاد الغلايق ديال هاد القنينات هادو فيهم السيليكون الداخل ف يعني الحد اللي ما يوصلش ليا الغلاقه المربى صافي يعني قنينات عاديين غير يكونوا معقمين مزيان تحتفظوا بيهم راه ما تيوقع لهم حتى شي حاجه كنحتفظ بهم في المجمد ما كيوقع لهم حتى شي حاجه كتحتفظوا بهم في المجمد في واحد الجهه صافي راه كيبقاو على اماناتهم هنا كما كتلاحظوا معايا هذا هو المربى ديال الاجاص وهذا المربى ديال الخوخ اللي سائل لاحظوا معايا اللمعه اللي كتكون في المربى هي باش يبان لكم او تعرفوا على ان المربى راه ناجح واخذ الوقت الكافي في الطياب والسكر وهذا المربى ديال الكرموس فان شاء الله تجربوهم بالصحه والراحه وينالوا اعجابكم واي حاجه مش رحتاش مزيان ولا ما كانتش واضحه بشكل جيد خليوها لي ان شاء الله في التعليق نجاوبكم عليها باذن الله بالنسبه لهاد الكميه المربى اللي خدمت معاكم ديال لي فخويغوج غوج وديال البعويد وديال الكرموس هذيك هي الكميه وبقاو لي واحد تقريبا شي ثلاثه المعالق كبار من كل كميه بالنسبه ديال الخوخ وديال المشمش هو اللي كانت عندي كميه كثيره لانني كنحتاجو بزاف الحلويات فدرتهم في قراعي اللي كبار وهذا المربى ديال حب الملوك لاحظوا معايا يعني المعلقه وعلى السيرو اللي تيكون تقيل والفاكهه طيبه ومحافظه على الشكل ديالها لانني فاش كنكون كنطيب هذا المربى هذا ديال لي فخوي غوج ما كنحاول انني ما نخسرش الشكل ديال الفاكهه على الاقل كتبقى بين واحد شويه بالنسبه للمربى فاش كنحتفظوا به في المجمد راه ما تيقصحش نهائيا غير تيبرد بزاف نهائيا يعني ملي كتجبدو القرعه من المجمد كديرو المعلقه في القرعه كتلقاو على ان المربى ديالكم راه مطلوق غير هو تيكون بارد بزاف يعني شويه ياخد الحراره ديال المطبخ وتخدموا به اللي بغيتو وتقدموه في الاكل وتصيبوا به الحلويات اللي ان شاء الله غنشاركهم معكم باذن الله شكرا كبير لكم بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم على تعليقكم الزوينين اللي تخليو ليا وليتي تفرحوني بشكل كبير على كلامكم الطيب شكرا شكرا لكم ما بقى ليا الا نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف بزاف والى لقاء اخر في فيديو اخر في فكره جديده في